سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله. كيف ما كشفتوا في الفيديو اليوم، بغيت نشارك معكم واحد الماكياج اللي عاده كنديرو ملي كنكون هكا خارجه نتغدى او نتعشى على برا. هذا الماكياج كنعتمدو مره ماشي ديما، جا هو ما بين ما خفيف ما ثقيل. وغادي نشارك معكم اشنو غادي نلبس واشنو غادي تكون في هذه الخريجه. نخليكم مع مراحل الماكياج ونتلاقاو. هنا كنعرفكم على بعض الفوندوتا اللي كندير. عندي هنايا فيتمي ديال مايبيلين، عندي فيشي، عندي لاغوش بوزاي، عندي هودا بيوتي. انا كنفضل هاد لاغوش بوزاي ديال تولوريا لانها كتجيني مع وجهي، هي هذيك زوينه وخفيفه على الوجه وفيها واحد النسبه ديال التغطيه ديال الشمس تقريبا 25%. وهنا زدت واحد شويه، مزجتها مع هدى بيوتي فوندوتا ديال هدى بيوتي. اما انا كنديرها غير بوحديتها، عاده كنديرها بوحديتها كتعطيني نتيجه زوينه بزاف. انا غير بغيت نوريكم انكم ممكن البنات اللي عندهم ليطاش وما ما غطاتش ليهم بزاف، انا ممكن يزيدوا هاد هدى بيوتي ولا اي فوندوتا عندهم شويه تكون سميكه. كيف ما شفتوا مزجتها في الوجه ديالي بالبيوتي بلندر، غير هكا غير على شكل طبطبات، ماشي نشدو نجرب، غير شويه غير نطبطبو على الوجه ديالنا. صافي كتمزج لينا وكتغطي لينا البشره. صافي هنايا كيف ما شفتو غادي نتراسي الحجبان ديالي بهاد لابودغ ديال فارماسي. هذا زوين، هاد لابودغ كيجي مع جميع انواع البشره وجميع اللون ديال الشعر كيجي معاهم هاد البودر. انا كنفضل انني نتراسي حجباني بالبودر، كيبانو ناتوريل، سيرتو انني انا دايره تاتواج حجباني، غير كنزيد غير واحد شويه من الفوق. صافي من بعد كناخذ كيف ما شفتو هاد الباليت، هادي فيها هاد لي كولور باستيل و لي كولور نيود كيف ما شفتو. وهنا دايره الصفار، ما شاركتش معكم مشفر، ولكن المره الجايه ان شاء الله غادي نشارك معكم كيف ما شفتوا كيفاش كنلصق الشفران ديالي. المره الجايه ان شاء الله غادي نشارك معكم. وهنا غادي ناخذ واحد لا كولور اللي هو جا ما بين الاورانج والغوز، كيكون واحد لا كولور اللي هو بارد، كنديرو في الجفن اللي كيكون متحرك كنمزجو مزيان مزيان. نحاول كندير شويه في الجفن ومن بعد كنبقى نطلع، ما نبقاش نزيد في اللون، غير هو النيت وكنبقى نطلع نطلع نطلع. والا خاصني بطبيعه الحال غادي نزيد شويه. كندير هذا اللون هو لا باز ديال العين كيف ما شفتوا. واخا نبغي ندير اي لون خصني ضروري ندير هذا لا باز. صافي من بعد كيف ما شفتوا غادي ناخذ هذوك جوج الالوان، الوان ترابيه. صافي نفس الطريقه غادي نديرها، غادي ناخذ واحد المارون اللي هو خفيف كيف ما شفتوا، غادي نديرو في الاول. من بعد غادي نبقى نطلع بهذيك لابغوس نبقى او الفرشات نبقى نطلع حتى يتمزجوا لينا الالوان. نحاولوا اننا ما نخليوش واحد الخط ما كيجيش زوين، انا خلينا واحد الخط كنحطوه هكا فوغ بوبيير وكنخليوه هكا في الخط. لا هذا غلط، مهم جدا انكم تمزجوا هذاك اللون مزيان لحدكم انتم كتطلعوا شفتوا حتى كيشد لكم العين كامله تقريبا، كيبقى واحد الاسباس اللي هو قليل ما بين الحاجب والعين. كنتمنى ان الشرح يوصلكم. صافي وكيف ما شفتوا زدت اللون الاخر هو جا مارون فرونسي شويه على الاخر اللي درت من قبل، كنديرو غير في هاد القنت ديال العين. صافي وهو نفس الطريقه كنمزجو باش كيعطينا واحد الخليط كيف ما شفتوا كيجي زويون ما بين الالوان الترابيه. صافي من بعد كناخذ الايلاينر كنديرو هكا، والبنات غير قبلوا عليا على الماكياج حيت كل واحد وطريقته.
في الماكياج. انا هذه هي الطريقه اللي كنديرها، كنستعملها بزاف في الماكياج، سواء كان خفيف او كان ثقيل او ديال الاعراس. مازال ان شاء الله الا عجبكم هذا الماكياج نشارك معكم بزاف ديال الماكياج، ماكياج يومي، ماكياج الاعراس، ماكياج هكا مناسبات اللي كتكون خفيفه غير ديال العائله بيناتهم. صافي، هنا من بعد ما صايبت الايلاينر غادي ناخذ نفس اللون اللي درتو، واحد الماغون ماشي فونسي بزاف، الماغون اللي درت في الاول هو اللي غادي ندير تحت العين هكا، وحتى هو غادي نمزجو مزيان كيف ما كتشوفوا، كيحدد الشوفه ديال العين، كيجي زوين هكا. البنات ممكن انكم تستغناو على الكحل، صافي كديروا هذاك الفاغو بوبيير تحت العين، صافي كتمزجوها مزيان. صافي انا عزيز عليا الكحل، كندير الكحل، درت غير واحد الخطيط اللي هو خفيف مكثرتش كيف ما شفتوا. صافي هنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الهايلايت، غادي نديرها تحت الحاجب ديالي غير باش تعطي واحد الاضاءه للعين. صافي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، غير واحد شويه ما نكثروش. انا هذا الماكياج واخا كيبان لكم راه ثقيل وهذا، راه ما ثقيلش، بالعكس راه كيبرد كيولي كيبان عادي. صافي هنا زدت واحد شويه فداك في الزاويه ديال العين باش كيعطينا كيف ما قلت لكم واحد الاضاءه، سيرتو انا عيني صغارين بزاف وعيني هكا يعني بحال عيني ديال الشينويات مجبدين، يعني ضروري خصني ندير لهم بحال هاد الحيل باش يبانوا شويه كبارين. صافي هكذا كندير الماسكارا، كنحاول انني ندير اصبعي من الفوق باش نتحكم في الرموش الاصطناعيه اللي زيداهم. هنا كنديرها بطريقه باش يتمزجوا ديال الرموش ديالي الطبيعيه مع الرموش اللي دايره الاصطناعيه. كنتمنى البنات ان الشرح يكون مفصل وانكم تفهموا عليا، غير تبعوا الطريقه واكيد الماكياج غادي يجيكم زوين. هنا كنحاول انني نحدد الوجه ديالي، كنحاول انني نصغر الخدود ديالي والنيف والجبعه وتحت الفم، بديت كنخلع. وهنا درت واحد شويه ديال اونتي سيرم، درت انا من الجوانب ديال الفم باش حتى هما يتحدوا ليا. صافي هنا كنستعمل بيوتي بلاندر غير هكذا، غير كنطبطب على وجهي، ما نجرش نهائيا، ما نجروش الوجه ديالنا سواء فاش غادي نكونوا نديروا هذا الكونتور او ملي نكونوا كنديروا فوندو تاع، ما تجروش الوجه ديالكم نهائيا باي طريقه، سواء بالبونجا او بيوتي بلاندر او بالشيتا باش كتابليكو فوندو تاع ديالكم. صافي من بعد كيف ما شفتوا غادي نستعمل هاد بودر ليبر او بودره، ما عرفت شنو بودره حاضره اللي كيقولوا ليها، عرفت هذه كتجي مزيانه احسن من انكم تستعملوا فوندو تاع، كشويه كتجي معيقه، ترجو ان بنهار من الاحسن انكم ديروا هذه كتبان ناتوريل، ما كتبانش نهائيا انكم دايرين فون دو بان. صافي هنايا كيف ما شفتوا البودره ديال شانيل، وهذا الفراجو حتى هو ديال شانيل، انا هذا الفراجو كيعجبني بزاف بالنسبه للماكياج ملي كيكون خفيف، لانه ما كيبانش بزاف الفراجو، فقط كيعطي واحد اللمعه، ما كيعطيش بانك دايره الفراجو. وانا من الناس اللي كنحماق على الفراجو، عزيز عليا بزاف 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 بزاف. صافي هنا غادي نستعمل فراجو اللي كنستعملو ديما ديال هدى بيوتي، هاد فراجو زوين بزاف. صافي نحاول انني ندير الخطوط ديالنا على هاد الشكل، عندي هاد الفراجو ابني كنديرو كيبان اصلا بحال اللي دايره كونتور لوجهي،
جمع بين البيش والمارون، كيعطي واحد اللون زوين. كيف ما انا خدشتو، غادي ناخذ البانسو ديال الهايلايت. كيف ما كتشوفوا انا كنوريكم لي فارا بوبير اللي عندي، هاد لي باليت اللي عندي كناخذهم انا غير من بين، وكيصدقوا ليا زوينين. ولي مارك حتى هما عندي ديال ماي بينين، عندي ديال هدى بيوتي، عندي معقلتش على الاخر ديالات. صافي هنايا من بعد ما درت الهايلايت، انا كنفضل انني ندير العكر او تراساج بهاد الاقلام، هما ديجا انهم زوينين ماشي ناشفين، هما فيهم واحد النسبه ديال الدسم اللي كتسهل انهم تعكري بهم او تراسي بهم فمك، زعما ماشي ناشفين وكيبقاو مده اطول من انك ديري العكر او لي غلوس. كنفضلهم، انا عندي جميع الالوان فيهم. هنا كيف ما كتشوفوا اختاريت هذا اللون، شوفوا كيفاش كيجي، كيجي ناتوريل، كيجي طبيعي، كيجي زوين بزاف. وما كاملين هاد، خليت هاد لي كولور نيود. وهنا غنشارك معكم واحد الحيله ما كنستعملهاش بزاف، انا ما عمرني استعملتها تقريبا من نهار شريتهم، كنستعملهم مره قليل شي 4 ولا 5 المرات لحد الان. هما هادو كيعطيو غير واحد الشفاء، كتكون شويه منتفخه، كينفخو داك شويه ديال الفم ديالك، كتخلي واحد شويه كيف ما شفتو كينفخو. الصراحه كينفخو هما زوينين، وقلت نشارك معكم هاد الحيله بالنسبه للبنات اللي عندهم يستعملوها. انا غير بغيت نشارك معكم، اما انا ما كنديرهاش كيف ما سبق قلت لكم. صافي هنايا خديت هاد لي كولور نيود، انا كيعجبوني ندير العكر او لي غلوس بهاد النيود. صافي كيف ما شفتو ممكن انكم تمزجوا الالوان، انا هنا مزجت تقريبا شي 3 ديال الالوان. ومن بعد هاد الشيء غير كنوريكم، ومن بعد انا غادي نمسح هاد الشيء كامل وغادي ندير غير غلوس واحد. صافي كما شفتوا هذا الشكل النهائي ديال الماكياج، كنتمنى يعجبكم وكنتمنى انكم ديروا هذه الطريقه الى عجباتكم طبيعه الحال. هنا غادي نوريكم الا بغيتوا تبدلوا هذا اللوك، ممكن انكم كيف ما شفتوا انا درت واحد الغوز في الفم ديالي. وهنا غادي ندير فارا بوبير اللي غادي يكون حتى هو شويه فيه الغوز. شفتو هنايا غادي تبدل اللوك، شفتو ما بقاش هذاك الالوان الترابيه كتبان. وهنا ممكن انكم تزيدوا هاد لا كولور هذا غوز شويه فونسي، ماشي فونسي بزاف ولكن غير شويه. الكاميرا ما ديوش عليها ديما كتبين الحاجه ماشي فهي هذيك. هنا مسحت كل شيء، مسحت كل شيء وغادي ندير هذا. انا نشوف كندير واحد الطريقه، ضروري قبل ما ندير العكر او اي حاجه في فمي كندير فوندور، لان هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا هي كتخلي العكر او البلوس كيشد مده اطول، وممكن وكيشد وكيساعدكم انكم تحدوا الفم ديالكم على الشكل اللي بغيتو. صافي هنا درت واحد شويه ديال واحد الكريم او فازلين اللي عندكم. صافي من بعد كديروا العكر اللي بغيتو، او قلم تراساج او غلوس او اللي حبيتو انكم ديروا في الفم ديالكم. مهمة هاد الطريقة بالنسبة للبنات، كيف ما شفتو هاد الفوندوتا كتساعدكم في تحديد الشفاء ديالكم، ديروا لها اي 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 حاجة بغيتو، زعما اي شكل عجبكم ممكن انكم ديروه. صافي وهذا الشكل النهائي ديال الماكياج، كنتمنى يعجبكم. انا غادي نشارك معكم شنو غادي نلبس. هنا كاين واحد لاشوميز كيف ما شفتو في النوار، وواحد لافيست، وهذا سبيبات ديال بريمارك. حتى هو كيجي كلاس زويون،
وهنا عندي واحد الساك ديال لوي فيتون حتى هو غادي نديرو مع اللبسه. وعندي هنا نضاضر ديال لوي فيتون عندي جوج هنا غادي نختار ما بيناتهم. ما عرفتش لان انا عندي اللبسه كيف ما شفتوا جايه ما بين كلاس وسبور، يعني غادي ندير كل شيء ما بين الكلاس وسبور. وهذا الشكل النهائي ديال اللبسه كيف ما كتشوفوا، ما عرفتش جاتني زوينه ولا لا، المهم خليو لي في التعليقات. صافي هنايا كيف ما شفتوا لبست هاد السروال اللي في البلون، والفوق لبست لا شوميز في النوار ولا فيست في النوار، صبيبات في النوار، والساك اللي ديال لوي فيتون اللي فيه النوار والمارو كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديال اللبسة والمكياج. كنتمنى ان يكون هاد اللوك عجبكم، ومازال المرة الجاية ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال اللوكات اللي كنعتمد عادة سواء سبور او كلاس، والمكياج حتى هو. وهنا من بعد ما خرجت شاركت معكم بعض الصور على برا، كنتمنى يعجبكم الفيديو. وهذا المكياج ديالي واللبسه ديالي، صدعتكم المكياج ديالي واللبسه ديالي. وهنايا جينا النهايه ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو ديالنا ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكيف ما العاده الى عجبكم فيديو خليو ليا لايك، ومازال ما تابوناش معايا يخلي ليا ابوني. السلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله.